لكم التحية في كل مكان، ما زلنا معكم في ختام حلقة صباح الشروق لهذا اليوم، ونمشي لواحد من أهم طرق العلاج وهو العلاج بالأعشاب. وأنا سعيد بأنكم معي مركز المكاوي للأعشاب والتجميل دكتور سيف المكاوي اختصاص الطب التكميلي. أهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا اليوم أكون معاكم في هذا الصباح، إن شاء الله نقضي لحظات جميلة. شنو يعني طب تكميلي؟ هو طبعا طب تكميلي يمكن هذا المسمى ما يعرف بالإنجليزية complementary medicine أو الطب البديل. نعم. أيضا ما يعرف بال alternative medicine. طيب. هو هذا النوع من الطب يمكن يكون في التعريف البسيط له نوع أو أسلوب علاجي. هذا الأسلوب يختلف في طرقه في أنماطه. نعم. وبيهدف للوصول للاستشفاء. أو ممكن نقول مجموعة من الأساليب الطبية المختلفة التي تعمل في مجالات مختلفة أيضا للوصول للاستشفاء. لكن بنجد دائما الطب البديل أو الطب التكميلي في العملية العلاجية أو في عملية الاستشفاء بيربط دائما ما بين النفس والجسد. أي أنه يربط بين العملية العلاجية النفسية والجسدية. نعم. والآن يعني ممكن الطب البديل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في اليو اس اي يمكن يكون وصل مرحلة يعني يفوق الخيال. ودي نافذة أنا من خلالها بدعو كل زول حق الناس يا أخوانا تكون ثقافتها عالية. يعني تدخل اليوتيوب تخش النت تشوف الناس زيل وصلوا يا مرحلة. لكن نحن شيء متعارف عندنا إن السودان يعني يقول لك العلاج بالأعشاب. العلاج بالأعشاب هو جزء من الطب البديل. يعني في التعريف اللي ممكن يكون بسيط، ممكن احنا كلمة طب بديل أو طب تكميلي بالمناسبة يا أستاذ محمد هي كلمة مفتوحة. يعني أي أسلوب ما مستخدم في الطب الحديث. نعم. بشكل عام أصبح مستخدم في الطب البديل هو ممكن يكون طب تكميلي. نعم. أو ممكن يكون طب بديل. والآن العالم كله ممكن يكون توجه لهذا الطب، وفي أوروبا الآن وفي ألمانيا هنالك ما يعرف بالنيو ميديسين. والنيو ميديسين هو أصلا يعني الناس اللي بيتعاملوا مع أشياء بسيطة حياة طبيعية والأعشاب، والناس اللي أصلا اعتمدوا على كتب القديمة. نعم. ابن الرازي الأنطاكي هم المهم صيادلتنا وعشابينا القدام. فالطب البديل الحديث عنه حديث ذو شجون وحديث متشعب. نعم. حديث متفرع. طيب، واحدة من الأنواط اللي أنت استخدمتها اللي هو العلاج بالماء والأعشاب وما إلى ما إلى ذلك، تكلم شوية عن الأنماط دي. يعني طبعا نحن دائما يعني في الطب البديل العلاج بيعتمد دائما لما نجي نزور عيان او شخص مصاب بمشكله في المقام الاول بيتم تكوين فكره عن نمط حياته كلها. يعني بتلقى زول المشكله بتاعته تكمن على انه في نمط حياه غير صحي ما سليم، هذا الشخص متبعه. نعم. فبيسبب له في مشكله. فواحدة من الآليات احنا نشتغل بها في مسألة التداوي والوصول للاستشفاء مسألة التداوي بالغذاء. ونحن عندنا مقولة بتقول إذا لم تتعامل مع الغذاء كدواء سيأتي يوم تتعامل مع الدواء كغذاء. أي بمعنى إنك إنت لو بقت ما عندك ثقافة عالية. نعم. وعارف شنو ممكن يحل لك مشكلتك وتاكل شنو ومتى تاكل وكيف تاكل، حتتواجه في مستقبل ايامك انك انت شايل لك كيس من الادويه فوق ممكن كميه تبلع من ده وتتحقن من ده وتنطحن من ده. نعم. لكن لما يكون عندك ثقافه عاليه عارف اي حاجه ممكن تناسبها نوع معين من الغذاء. بعدين ثقافه التنوع يا استاذ محمد لو اصبحت يعني في حياه الشخص، اذا الشخص بيكون سليم بيكون معافى حتى على مستوى الغذاء. يعني احنا الان متعودين انه ناكل وجبه ثابته، يعني الواحد ممكن يشبع عصيده نشا يكون مرة بطنه نشا ما يكون فيه تنوع. بعد ذاك تلقى زول ممكن يتناول بروتين لحم يشبع لحم. نعم. اللحم ده كبروتين إذا ما لقى ألياف في البطن ده تقطعه ويذوب ويتهضم بيصعب هضمه. بعد شو واحد عكس لك بمشكلة بتاعت قاوت، مشكلة بتاعت
شرايين، مشكله بتاعت حاجات زي ده. لكن لما يكون عندك ثقافه عاليه انت هنا بتكون قللت من حجم المشكله وساهمت في علاجك بشكل او باخر. نعم. مثلا التداوي بالماء، احنا الان بنصف الماء الصحي للناس وبنتعامل مع ماء زمزم اللي هو ماء زمزم ذاته يعتبر ماء غلوي متأين، بمعنى ماء كفاءته عاليه جدا والبي اتش بتاعته ممكن تكون مايله للغلويه. فحالات كثيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تم يعني شفائها وتم علاجها في مركز المكاوي. ونحن من هذه اللحظه يعني اي زول عنده مشكله اخذت معه فتره زمنيه طويله ممكن تكون استعصت على بعض جوانب الطب الحديث ما عليه الا يصنع. الان عندنا موقع في الخرطوم في الاستاد السوق العربي، اي زول يعني في المنطقه دي سالته من مركز المكاوي في لافته واضحه جدا مكتوب عليها المكاوي للاعشاب والتجميل. ايضا عندنا موقع في سوق ليبيا للناس الحابه تتواصل معانا. نعم. فانا زي ما استفتلك قبل شويه، الطب البديل اساليبه متعدده وانماطه متعدده، ممكن اي اسلوب ما ممارس في الطب الحديث ممكن يكون عندنا نوع من الطب البديل. شنو الامراض المستعصيه تم علاجها بالطب البديل؟ طيب، واحده من المشاكل المستعصيه مساله الهيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي. نعم. التهاب الكبد الوبائي ده نحن يعني ممكن نكون عالجناه بانواعه الثلاثه اللي هو A وB وC. الA الانواع الثلاثه دي في ناس الان بيقول لك يا اخي انا والله مشيت الطبيب قال عندي رغان، وما بكون فاهم نوع المشكله. يعني الرغان ذاته هو ثلاثه انواع، في انواع اثنين دي ما معديه، لكن الهيباتايتس انه معدي. عشان كده يجب انه اي زول مصاب بالهيباتايتس لازم يحصل له كارنتين. نعم. ويتعزل عشان ما يعدي البقيه. فانا بنصح انه اخواننا اي زول عنده مشكله بتاعت هيباتايتس، مشكله بتاعت التهاب كبد وباي، ما عليه الا يعمل التحليل والفحوصات. نعم. الفحوصات بتساعدني في حاجه واحده، الان في زول بيجي يقول لك يا اخي والله عندي مشكله. الخويات الان بيقولوا ميديكال ويز اوت لا بتز نصي. يبقى التحليل مهم جدا يا اخوانا، احنا ما نفس الناس الزمان اللي بيتعاملوا مع الاعشاب، عندك المشكله الفلانيه خذ هذا الدواء، لا. نحن لازم الزول يجينا بريبورت كامل من الطبيب، بعد ذاك نحن بنقوم بتحديد المشكله، وعلى ضوء ممكن ندي نصائح وارشادات، ممكن ندي تغذيه ووصفات. فالمشكله دي بفضل الله سبحانه وتعالى اتحلت عندنا في غضون من شهرين لحد الشهر الثالث. وفي ناس على حسب حجم المشكلة، لأنه يعني الهيباتايتس عنده نسبة في الدم. يعني إحنا ما عايزين نبالغ نقول إنه أي زول جاني يتعالج. طيب. لكن ما ندر بدون مقاطعة، ما ندر بس إنه زول يجينا ويتابع معانا وما يلقى نتيجة، لأنه في منتج. هذا المنتج بيوصل هذا الفيروس مرحلة يمكن يكون ما فعال أو نسبة بسيطة جدا في الدم. طيب، معنى الكلام ده تخصصية. نعم. يعني الناس بتتكلم عن الحجامة. وفي ناس حصلت لهم مشاكل يعتبر انه مشي لزول ما متخصص يعمل الحجامه دي يعني. صحيح. فحصلت مشاكل كثيره. صحيح. ده حيكون لانه ده اخر محور عندي فاتكلم عنه يعني. صحيح. هو طبعا الحجامه حصل فيها لغط. وما هي زول بحجم، لانه الحجامه دي هي طب له ضوابط وله اساليب. صحيح. وله نقاط معينه. نعم. وهي في المقام الاول سنه نبويه ومعجزه طبيه. فنحن دائما في مركزنا مركز المكاوي للاعشاب والتجميل والحجامه الاسلاميه، اول شيء جسم البني ادم ده لما تجي تحجمه اي منطقه في الجسم عندها نقاط معينه. نعم. ديروا الشخص بقى ما دارس او ما متخصص ما بيعرف. والحجامه الان ممكن بتعالج الاف من المشاكل والاف من الامراض، وهي في المقام الاول انتبين. نعم. بمعنى ممكن يجي نزول عنده صداع، انا احجم الصداع يزول. الكلام ده بيحصل علميا كيف؟ الان الخدش بتاع الموصل اللي بيحصل على مستوى الجسم البسيط، الالم الخفيف ده عندنا حاجه اسمها الجهاز العصبي بينقل الاشاره بوديها للمخ. صحيح. المخ طوالي بيعمل رساله للغده النخاميه، يا غده يا نخاميه في اكشن حاصل، ادينا ما عندك. الغده دي بتقوم تنتج مواد شبيهه بالكورتيزون، شبيهه بالمورفين، من شانها تسكين الالام وتساعد في الاسترخاء. يعني الاشياء اللي ممكن احنا ندخل فوق الحجامه زي الغضاريف، مشاكل الانجاب، الام بتاعت العمود الفقري عموما، مشاكل بتاعت الخشونه، وهي طيفه واسعه وممكن الحجامه بتحتاج لحلقه كامله. صحيح. وعندنا ايضا الحجامه التجميليه. لكن اي شخص عايز يتحجم في المقام الاول سواء كان عندنا او في اي موقع متخصص في الحجامه، لابد الجهاز اللي بتحجمه ده جهاز يكون شخصي. يعني انت ما تدي جهازك تعمل به الشخص ده، او تسمح لنفسك انه يحجمه بجهاز شخصي اخر. عشان ما نقول لك امراض. عشان ما نقول لك العدوى. اثنين، في ايام محدده في السنه الزول ممكن يتحجم وممكن يتعامل فيها. ايضا في حاجات معينه اثناء الحجامه، نصائح وارشادات
محتاجه لوقت طويل، لكن الاشياء دي كلها عشان تكون بصوره واضحه ان احنا نتمنى انه الناس تصنف في ارض الواقع تشوف هذه الاشياء الجميله تشوف حقيقه. لانه قال لي الزمن، ففي 30 ثانيه الناس يصلوكم كيف؟ وين؟ موقعكم وكذا يعني. طيب الموقع الاساسي الان في الخرطوم، السوق العربي، السوق العربي الاستاد، استاد الخرطوم. نعم. وعندنا موقع في سوق ليبيا، سوق ليبيا. نعم. في موقع في مدني، وكذلك في موقع في المناقل، ونحن بصدد توسيع هذه الفكره انه اي زول نوصل له العلاج في محل. ممتاز. طيب الموقعين الاساسيين كم لكم الساعات؟ يعني نشتغل دائما الساعه 8 صباحا لحد الساعه 5 مساء. 5 مساء يوميا. نعم. يوميا في سوق ليبيا والسوق العربي جنب. في سوق ليبيا، سوق ليبيا ده ممكن الزوم بتاعه بيمتد لحد الساعة 7 مساء، تمام، لكن الخرطوم دائما بيمتد لحد الساعة 5. ونحن يا اخواننا ابوابنا مفتوحة ومشرعة. نعم. نقول حبابكم اي زول عنده مشكلة مع الوي اللي يصلنا. تسلم. ان شاء الله بتكون نتائج طيبة وبتكون جميلة ان شاء الله. دكتور سيف المكاوي اختصاص الطب التكميلي، وهو في مركز المكاوي وصاحب مركز المكاوي للاعشاب. دي كانت حلقتنا، وده كل ما اتاح لنا الزمن بكل الضيوف اللي كانوا معنا خلال هذه الحلقة. أنا حلاقيكم يوم الاثنين الجاي في صباح الشروق، لكن صباح الشروق مستمر يوميا في نفس الموعد من الساعة 9 وحتى 11. خلوا بالكم من روحكم. السلام عليكم، موعد من المشاكل.